من أخطائنا التربوية أن يكون الأب أو الأم علاقتهم متوترة مع أخوانهم، مع خواتهم اللي هو الأعمام والخوال بالنسبة للأطفال، فيبدون يتكلمون عن العلاقة السيئة ويبدون يتكلمون عن أخوانهم وخواتهم كلام سيء، فالأطفال ينشأون على الحقد، على الكراهية، ما يحبون أعمامهم، ما يحبون خوالهم، ما يزورونهم، ما يصلون أرحامهم، وممكن بالمستقبل ممكن الأب والأم ترى يصلحون العلاقة مع أخوانهم وخواتهم، لكن تبقى الكراهية والحقد وحب الانتقام عند الأطفال ينشأ معهم. أنا مرت علي قضايا كثيرة من هالنوع، لذلك مهم جدا نفصل وإحنا نسولف مع عيالنا أو عيالنا يشوفوننا. إذا أنا عندي خلاف مع أخوي أو أختي ما أبين هذا الخلاف قدام عيالي، بيني وبين أخوي، بيني وبين أختي، لكن أنا أربي عيالي على صلة الرحم، أربيهم على أنه هذا حمكم، هذا خالكم، نحترمهم، نقدرهم، نتعامل معهم. أفصل في المشكلة بيني وبين أخواني وبيني وبين عيالي، ما أحمل عيالي مشاكلي أنا، وإنما خليهم ينشأون سليمين الصدر، نظيفين القلوب، وعندهم حب لأعمامهم وخوالهم. انتبهوا، هذه من الأخطاء التربوية اللي تفكك الأسر وما تخلي الأسرة مستقرة ولا سعيدة.